كلاهما جسدا واحدا. إذن ليس اثنين بل جسد واحد، فما جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له لماذا إذن أوصى موسى بأن تعطى كتاب طلاق فتخلى؟ قال لهم إنه لقساوة قلوبكم، أذن لكم موسى أن تطلقوا نساءكم ومن البدي لم يكن هكذا. Marcel, can you take over? Thank you. Thanks for doing so this. I can see. I know. Well. Thank you.
وفي المدخل تتمنى
يلا خصص حق يا كوره شباب يلا خصص حق يا كوره شباب صفقة قوية لحلى عرسان بس ما شفنا بوسة اليوم ها بس بوسة قوية الله 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 alright guys يلا good night bye bye